الاستطالة. الاستطالة صفة من صفات الحروف وتختص بحرف الضاد. أراك مندهشا من المصطلح وتريد أن تعرف معنى الكلمة. حسنا، انطق معي الآية الآتية ولاحظ حركة لسانك وأنت تنطق حرف الضاد: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل لاحظت أن اللسان يمتد ليملأ أغلب مساحة الفم أثناء نطق الضاد؟ هذا الامتداد يسمى بالاستطالة، ولكن كن حذرا وأنت تنطق حرف الضاد، فكثير من الناس يخطئ في نطق حرف الضاد، وذلك بعدم إعطائه صفة الاستطالة. ومن صور الخطأ نطق الضاد ضاء، كأن يقول ولا الضالين، أو نطقها دالا، كأن يقول ولا الدالين، أو نطقها طاء، كأن يقول ولا الطالين. والصواب أن ننطق الضاد مفخمة بها صفة الاستطالة، هكذا ولا الضالين. التعريف: الاستطالة لغة الامتداد، واصطلاحا امتداد صوت الضاد في مخرجها من أول حافة اللسان إلى أن تتصل بمخرج اللام، ولها حرف واحد وهو الضاد، وسميت بذلك لاستطالتها.